رجل باع شقة له بمكة بشرط أن يسكنها أسبوعاً في السنة معلوماً هذا الأسبوع أو مجهولاً إلى أمد غير محدد. إذا كانت السكنة معلومة محددة فلا بأس، لأن جابر كما مر بنا باع جمله واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط نفعه وحدد المسافة، إذا حدد الأيام التي يسكنها فلا بأس، سواء كانت في سنة واحدة أو في سنوات، مهم أنها تكون معلومة. نعم.